كمان. اقدم لكم، تعال 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 اشرح لك ايمن، اقدم لك احد الحيوانات الجائعه. يا تيتوس مستخدم الليجن، يعيش في الحاله ان شاء الله في الطقس الحار ومحمض 24 ساعه. انسان فاشل وعايش بالعراق وما عنده مستقبل. وخر 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 وخر، ما عندنا شرح على المطي. وخر يعيش في الطقس الدافئ ومحمض 24 ساعة. شوف هسه راح نقترب وراح تشمون الحموضة من الكاميرا. وان احد فصيلة الحمير الجعرة يتقدم امامه وياني الدثو. اقدم لكم هذا الدثو، تشوفوه.